هي رحلة مدرسية من نوع آخر، يصطحب هؤلاء الفنانون الأطفال إلى مشهد افتراضي يشبه ذاك الذي تركوه خلفهم قبل أن يلجأوا إلى مدينة أنطاكيا التركية. هم أطفال مدرسة أجيال للاجئين السوريين. على وقع الألحان وباستخدام الألوان تركت لهم حرية الرسم وهم يفترشون الركام. مشروعنا هذا هو أنه نطالع الأطفال من الجو القاسي اللي عاشوه خاصة السنة، بالإضافة لقسوة النظام وما يحدث على الأرض، في قسوة بالطبيعة أيضا. لذلك اليوم أطفالنا بمدرسة أجيال عم يشتغلوا بالطبيعة على الركام. رسم الأطفال لوحات لا تشبه المكان، كل عاد بلوحته إلى البيت والذاكرة، ولم يغب الحلم بعالم تختفي فيه صورة الألم والدمار. ويؤكد الفريق استمرار المشروع رغم أنه حرم من العمل في الداخل المحرر إثر تهديدات من جهات متطرفة، ويسعى لتقديم الدعم النفسي للأطفال وزرع الأمل رغم اللجوء والحنين. أنا اليوم رسمت هاي الرسمة، وهاد بيتنا اللي كنا نعيش فيه، وهاد الفراشات اللي كانت تحوم فوقه، والوردات والأشجار اللي كنا نلعب حواليها. اشتقت لبيتنا كتير. اسمعوا يا عالم، اسمعوا يا ناس، نحنا بنحب الحياة والحياة بتحبنا، ونحنا بدنا نلعب، ونحنا بدنا نرسم، ونحنا بنحب الفن، ونحنا مشتاقين لبيوتنا. يعيش مئات الآلاف من الأطفال السوريين ظروفا صعبة، سواء في بلاد اللجوء أو في الداخل المحرر. حرموا من أبسط الحقوق وكانوا المتضرر الأكبر من استمرار الصراع في البلاد. اليونيسف أسمتهم الجيل الضائع، واليوم يقولون للعالم سنتحدى الموت والدمار، سنعيش ونحلم بمستقبل أفضل.